بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أوجه التحية للأسر، أسر الطلبة وأسر الخريجين، وأهنيهم على تخرج أبنائهم. وأشكرهم أيضا على أن هم يعني أعدوا أبنائهم وأبنائهم وبناتهم، عشان يبقى كلامنا دقيق يعني، وجهزوهم بشكل جيد جدا، وبعدين قدموهم هنا لبلدهم مصر عشان يشاركوا في حماية أمنها واستقرارها. فأنا بشكرهم وبهنيهم، وإن شاء الله نشوف أبنائهم دايما في أفضل الحالات. واسمحوا لي إن أنا أشكر الخريجين وطلبة الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية على الجهد وعلى الأداء المتميز اللي تمازت به الكلية خلال مش بس التخرج واحتفالات التخرج النهاردة، لكن الحقيقة أنا يعني بتجيلي فرصة أن أنا أجي مرات وبتطمن على الكلية وعلى الأداء اللي موجود بشكل يعني بسيط خالص خالص، من غير ما نعمل يعني عشان أبقى مطمن أن الأمور ماشية بشكل كويس. والحقيقة كل مرة بنيجي بنطمن وبنسعد بالمستوى، ولسه في أفضل من كده، ولسه في جهد أفضل من كده، عشان يبقى دايما إحنا زي ما أنتوا قلتم في شعاركم العلم والإعداد لخريج أو ضابط وضابطة شرطة قادر على أنه يقوم بمهامه بشكل محترف وشكل علمي جيد بأحدث أساليب العصر. أنا يمكن مش هكلم كتير قوي، لكن أنا بس عايز أقول إن زي ما اتقال كده أثناء كلمة السيد وزير الداخلية، إن المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا، وإن إحنا حرصنا في مصر إن إحنا تبقى سياستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود، وإحنا حذرنا منه وقلنا إن استمراره ويعني هيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقتنا ويمكن في العالم، وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر إن إحنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بثوابتنا، ثوابتنا إن إحنا حريصين على إن إحنا نكون بنمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية. وده اللي احنا ماشيين عليه بقالنا سنين، والحقيقة احنا في ظل الظروف اللي موجودة يعني على حدودنا الغربية والجنوبية، ودلوقتي بقالنا سنة تقريبا على حدودنا الشرقية، والتطورات اللي بتحدث وانتوا طبعا متابعين كل حاجة، هل ده يعني يجعل او يخلي شعب مصرنا ان هو يبقى شعب مصر قلق؟ بدون شك لازم نبقى قلقانين، عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جدا وممكن تؤدي إلى يعني توسع أو اتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة. وإحنا يعني بقالنا تقريبا قناة السويس تقريبا أكتر من 50-60% من دخلها إحنا فقدناه، أكتر من 6 مليار دولار خلال الـ7-8 شهور اللي فاتوا. مش عايز أطيل عليكم في النقطة ديت، لكن عايز أطمنكم إن إحنا بخير، والأمور بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة، ومن من من يعني من جيد أو من حسن لأحسن. طول ما إحنا في مصر، طول ما إحنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين جميعا، إيدينا في إيدين بعض، ومطمنين على إن إحنا بندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا ويحفظ المنطقة ما أمكن دون التورط في يعني في أمور ممكن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي بلدنا. طول ما احنا كمصريين متماسكين ومتحملين، هقولها بالطريقة دي متحملين، بس في نقطة أضيفها في الآخر خالص كده، أقول إن من فضلكم انتبهوا جداً، لأن طبعاً في الفترة ديت ويمكن خلال الشهور اللي فاتت
حجم الكذب وحجم الإفك وحجم الافتراء وحجم الشائعات كان ضخم جدا جدا. ما هو انتبهوا ان انتوا اللي واقفين دلوقتي يا مصريين. مش عايز ازيد في الكلام كتير، لكن المفكرين والمثقفين والاعلام واضح المهمه بالنسبه له وواضح الخطر بالنسبه له. عمليه الكذب زي ما بقول كده، والشائعات اللي بتطلق هنا وهنا واتهامات مش ليس لها والله اساس من الصح كلها. يعني هقول ايه بس، يعني بيقولوا كلام كتير مش مظبوط، وانا صريح معاكم وصادق معاكم دائما وهفضل كده طوال ممارستي للمهمه هنا. مره تانية بهني الاسر وبهني الخريجين وبقول لهم خلي بالكم من نفسكم وتعاملوا مع أشقائكم وأبنائكم أبناء مصر بما يليق باللي انتوا تعلمتوه بالقيم دي. لا شك أن التعامل يعني مع الرأي العام ومع الشعب ومع الناس بيبقى يعني له محاذيره يعني، ولكن صبركم واللي انتوا تعلمتوه في التعامل مهم قوي قوي أنه هو يبقى في دائما قدام عينيكم عشان تبقى العلاقة القوية اللي انتوا بتجروا وتحاولوا ان انتم تعززوها مع شعب مصر لما اهلنا كلنا تستمر وتزيد. خلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من اسركم، وان شاء الله موفقين دائما وربنا يوفقكم. شكرا جزيلا. مش عارف لو قلت النصيحة دي خلي بالكم من حاجتين، وزنك والسجاير. حتى في الافلام كلها اللي بتيجي يجيب ضابط الشرطه السيجاره في بقه، خير يعني؟ هو ضابط الشرطه ما عرفش يفكر الا بالسيجاره ولا ايه؟ ها يا محمود، خير ايه الكلام دوت؟ لا لا لا، السيجاره والوزن. ربنا يديك الصحه ويوفقكم ويحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا.